ده طبعا مجلس التطبيع صراحه العمل الضخم اللي قام به في الاستاد ده بيقوم به الدوله، يعني مجهود دوله صراحه قاموا به، يعني الاخوان صراحه الواحد بيجليهم التحايا، فناس ساهروا زي ما انت ذكرت ليل نهار على انه ينجزوا كل الملاحظات ال 18 اللي كانت موجوده. حتى حاليا بالمناسبه المضمار ما من البنود الاساسيه اللي بتجهز به الملعب، هذا شيء شكلي يعني، لكن البشتي بتاعت اللاعبين اللي هو اللي كانوا بدل الاحتياط هذا لا بد منه، لانه هم حتى التصميم ده نفسه هم رسلوا لهم قبل ما يتم تصميمه في تركيا، في تعاون جدا وفي متابعه بشكل يومي من الباشمهندس الكبير صراحه عز الدين برضو عز الدين الحاج. نعم. الواحد ما يقدر، هو رئيس التراخيص في الاتحاد السوداني، وهو نعم واحد من الناس اللي صراحه برضو واقف في على اتصال يوم بشكل يومي بالمناسبه، انا اتوقع بنسبه 100%، بس انا حاسس حاليا ما متاكد يعني الواحد يدي معلومه صحيح، لكن اتاكد 100% حتى وصول المضمار والكنبدي يكون على طول في نفس اللحظه يكون بلغوا الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي وهم في الصوره وفي الصوت يعني صراحه، بل حتى بالصوره بيرسلوا لهم الاشياء اللي جات، وهم على اصلا ملعب الهلال يكون يدخل الخدمه دي مساله وقت انا بشوفه يعني صراحه، لانه اصلا الاتحاد الافريقي لما يجي زيك عدد من الملاحظات مجرد ما اي دوله اي ملعب يتم تنفيذ 80% 85% بإجازة الملعب، الهلال قاطع اكثر من 90% يعني الحاجات اللي تمت فيه من توسعه غرف اللاعبين والمنصه الاعلاميه والحمامات حتى بكل الشاشات الكبيره والحمامات، الله يكرمك، حتى المداخل والمخارج دكه البدلاء طبعا اصلا المخارج دي اتعملت من الحادثه بتاعت بورسعيد الشهير، اساسا الابواب كانت تدخل تفتح للداخل، ومفتكر انه لو كان للخارج انه ما كان حصل الخسائر في الارواح بالعدد الكبير، ربما كان يكون ما يكون في خسائر او كان يكون بنسبه اقل، لانه كانت الابواب كانت تدخل وتفتح للداخل، هذا اللي عمل الكارثه صراحه. هم